أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. صدق الله العلي العظيم. سدير والمفضل وأبو بصير وأبان، هؤلاء الأربعة ذات يوم دخلوا على الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فرأوه في حالة عجيبة جدا، رأوه جالسا على التراب وهو يبكي بكاء الواله الثكلى، ذات الكبد الحرة، وهو يقول، يخاطب شخصا، يقول: سيدي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطبه بكلمة سيدي، يقول: سيدي غيبتك نفت رقادي، وضيقت علي مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. يقول سدير: فاستطارت عقولنا ولها، وتصدعت قلوبنا جزعا، وقلنا له: لا أبكى الله، عينيك يا ابن خير الورى، من أي حادثة تستنزف دمعتك، تستنزف دمعتك يعني تخرج كل دموع عينيك. فقال عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: زفر زفرة، هذا النفس الذي يأخذه الإنسان تأوها
يقول سدير: فزفر الصادق زفرة امتلأ منه جوفه، ثم قال في مقطع من كلامه: تأملت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان. أية بلوى؟ بلوى دنيوية، ظلم دنيوي، ذاك أهون. لا، بلوى أكبر، بلاء المؤمنين في ذلك الزمن أكبر. ما هي البلوى؟ وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته، العياذ بالله، وارتداد أكثرهم عن دينهم، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال عليه الصلاة والسلام، يعني الولاية: فأخذتني، الإمام يقول، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان. عن أي زمن يتكلم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ عن عصر الغيبة، يعني عصرنا. عن أي مجتمعات، أي فئات من البشر يتحدث؟ عن الكفار يتحدث؟ لا، عن المؤمنين يتحدث. عن مجتمعاتنا يتحدث. حديث طويل، راجعوا هذا الحديث الشريف في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق في الصفحة، يعني بداية الرواية، رواية طويلة، في الصفحة 352. ثم يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام أمورا مما يذكر، يذكر أن الله عز وجل، هذا الشيء قبل أكثر من 100 عام من مولد الإمام، بقية الله أرواح العالمين فداه، يذكر أن الله عز وجل جعل فيه 3 جعلها في رسله، جعل مولده مخفيا كمولد موسى، وغيبته، قلت لكم هذا الكلام الإمام يقول قبل أن يولد حفيده الإمام بقية الله، بأكثر من 100 عام، بأكثر من قرن، وجعل غيبته طويلة كغيبة عيسى، وجعل إبطاءه كإبطاء نوح. ما هو إبطاء نوح؟ كيف كان إبطاء نوح؟ نوح عاش في قومه 100 سنوات يدعوهم، فئة قليلة منهم آمنوا، إلى أن تعب خلاص بعد 100 السنوات من الدعوة، دعا عليهم: إلهي، لا يؤمن إلا من قد آمن، خلاص أنزل عليهم العذاب. العذاب نزل بين السماء والأرض، وقف جبرائيل، نزل على نوح، أعطاه 7 نويات وأمره من قبل الله سبحانه وتعالى أن يغرسها. انتظر يا نوح، اغرس هذه النويات. النوات عادة ما في اللغة العربية تطلق على نوى
التمر، يعني نوى شجرة، نوى النخلة، ثمار النخلة، تمر، بلح، أي شيء، اغرس هذه النويات، انتظر حتى تثمر هذه النخيل، وحتى تقوى. أهل النخل يعرفون النخلة بعد كم سنة تثمر، ولكن إلى أن تقوى النخلة تحتاج 10 سنوات وأكثر. انتظر حتى تثمر وتقوى. هذه النقطة جدا مهمة. وأمره من قبل الله عز وجل أن يعد قومه بالفرج بعد ذلك، وعد من الله عز وجل بعد ذلك الفرج. نوح غرس، انتظر كم سنة، 10 سنوات، 20 سنة، لا أعلم، حتى قويت هذه النخيل. خلاص إلهي، صار الوعد؟ لا، ما صار الوعد. خذ من ثمار هذه النخيل واغرسها. هنا زلزل جمهرة من المؤمنين، طوائف من المؤمنين. إن كان نوح رسولا، لماذا حصل خلف في وعده؟ إذا كان رسول من قبل الله ما كان يحصل خلف في وعده، ما حصل خلف. الله عز وجل ما قال متى يكون، بعد ذلك يكون الفرج. بعد ذلك يعني متى؟ حدد. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. متى تدخلن؟ البعض كفر في زمن النبي صلى الله عليه وآله، قالوا أنت وعدتنا أننا ندخل المسجد الحرام آمنين. متى قلت؟ قلت حددت الزمن بالتحديد؟ لا. اغرس يا موسى. فأمن المؤمنين كفروا، خلص خرجوا ارتدوا، غرس مرة ثانية، انتظر. قويت هذه النخيل، الفئة الثانية من النخيل. يا نوح خذ من ثمارها واغرس من النواة، مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة ومرة سادسة ومرة سابعة، وفي كل مرة طوائف من المؤمنين يخرجون ويرتدون. هم كانوا قلة، ومن هذه القلة طوائف يرتدون. بعد 7 مرات خلاص صار الوقت، نزل العذاب، ذاك العذاب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: الله عز وجل جعل في حفيده بقية الله أرواح العالمين فداه في هذا المجال، مثل قضية نوح، إبطاؤه كإبطاء نوح. إلهي، لماذا هذا التأخير كان في قضية نوح؟ الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يجيب: هذا الإبطاء، هذا التأجيل، لماذا كان في قضية نوح؟ يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل أوحى إلى نوح بعد 7 مرات: صفى الأمر والإيمان من الكدار. كانت هناك كدورة، كانت هناك غشاوة، كانت هناك مشكلة، هذه يلزم أن تحل. بهذا التأخير صار الأمر صافيا، صار الإيمان صافيا. كيف صار صافيا؟ لاحظوا الكلمة: صفى الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة.
كانت في صفوفكم أنتوا المؤمنين، أنت نوح وجماعتك أصحابك، كانت في صفوفكم أناس هؤلاء طينتهم خبيثة، أجل حتى هؤلاء يخرجون يلتحقون بأولئك الكفار لأن حقيقتهم كافرة، أظهروا إيمانهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، هؤلاء كانوا يسببون الكدر يسببون المشكلة. أنت تريد أن تكون الأرض صافية نظيفة، وجود هؤلاء خلاف النظافة خلاف الصفاء. أجل الفرج أجل الفرج حتى هؤلاء يخرجون. ثم قال الإمام عليه الصلاة والسلام: وكذلك حفيده أرواح العالمين فداه، فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر. بماذا؟ بنفس الشيء، بارتداده، حتى يرتد هؤلاء، يلزم أن يرتد البعض لأن هؤلاء ليسوا نظيفين، هؤلاء طينتهم خبيثة ويصفو. لماذا تمتد أيام غيبته؟ ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. طينته خبيثة ممن؟ من الشيعة. هذا كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في الشيعة يوجد أناس طينتهم خبيثة؟ نعم. من يرتد، من يدعي التشيع شيء، الشيعة الحقيقي شيء ثاني. يوجد في من يدعي التشيع الكافر، يوجد في من يدعي التشيع المشرك، يوجد من في من يدعي التشيع، الناس الخبيثون هؤلاء يلزم أن يخرجوا. أصحاب الإمام أرواح العالمين له الفداء يلزم أن يبقوا القلة النظيفة الخالصة، مثل ما حدث لجده سيد الشهداء صلوات الله عليه. الذين خرجوا مع سيد الشهداء كانوا بكثرة، ولكن حصلت تصفيات، في كل تصفية فئة يذهبون، تصفيات وتصفيات، إلى أن بقي تلك الثلة النظيفة، الدرر التي لم يعرف تاريخ البشر مثلها. خطر وواجب، خطر كبير كبير. الخطر ليس على غيرنا، على غيرنا توجد أخطار ثانية، هذا الخطر على المؤمنين. خلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم، يخلعون ربقة الإسلام، هؤلاء يلزم أن يظهروا، يظهروا على حقائقهم. الخطر جدا كبير، وله سابقة، قضية نوح سابقة، قضية سيد الشهداء سابقة. هؤلاء الذين خرجوا مع سيد الشهداء كلهم كانوا يدعون أنهم من شيعته، كانوا يدعون أنهم يفدونه بأنفسهم وأرواحهم، يقتلون دونه. فئة بعد فئة خرجوا. يمكن أن الإنسان يخرج يكفر بالإمام؟ ممكن. يكفر بالله؟ نعم ممكن، وقد حصل. خطر جدا كبير. بعضنا نأخذ الدنيا طول عرض من دون انتباه أن الخطأ محدق بنا. تنظيف هذه النفس، تصفية هذه النفس، عداوات وعداوات على توافه، هذه تكدر النفس، هذه تقرب الخطر من الإنسان. أي خطر؟ خطر موت، يا ريت خطر موت،
خطر أن الإنسان يقطع بالسيوف إربا إربا، يا ريت هذا الخطر، لا، خطر آخرة، خطر دين. على توافه نعادي، نعادي مؤمنين، هذه النفس تتكدر، هذه النفس لا تنظف. الله عز وجل في القرآن الكريم لمرة واحدة فقط، لعله في كل القرآن هذا الشيء لم يتكرر مرة ثانية، لمرة واحدة فقط لعله يقسم 11 مرة متتالية، ثم بعد القسم 11 مرة فورا يقول قد أفلح من زكاها. هذه تحتاج إلى تزكية، يتركها الإنسان عادي. الخطر كبير، كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جدا خطر. هذا الشيء الذي كان الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يبكي هكذا بكاء، طبعا هو يبكي له غيبة حفيده أرواح العالمين فداه، ولكن هذا الشيء أيضا ذكره ضمن أسباب بكائه. يحصل شيء خطر كبير في الشيعة، في الشيعة، في المؤمنين. هذا الخطر. وأما الواجب، خطر وواجب، الواجب من عجائب قصة نوح أن هذا التأجيل كان لأي سبب؟ للتصفية، حتى يخرج هؤلاء الذين طينتهم طينة خبيثة، صحيح؟ مع ذلك نوح في كل مرة كان يغرس الله عز وجل كان يأمره أن يعاود الدعوة. عجيب، إلهي أنت تريد التصفية، تريد أن يخرج بعض هؤلاء، لماذا أدعو مرة ثانية أتعب نفسي؟ والله عز وجل وعده أن يثيبه على ذلك بصورة خاصة في هذا المورد، في الدعوة هذه. الله طبعا يثيب كرمه جوده، ولكن في هذا الشيء وعده وعدا خاصا بالثواب. عاود الدعوة، لماذا؟ أولا أداء واجب لكي لا يكون للناس على الله حجة، ثانيا يوجد البعض، كما أن طوائف بهذا التأخير، تأخير الفرج، طوائف يخرجون ويرتدون، يوجد البعض طينته نظيفة ولكن في أجواء سيئة، هؤلاء أيضا يلزم أن يستقطبوا. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، صحيح أن أصحابه الذين خرجوا معه كانوا بكثرة تعرضوا لتصفيات ذهب ذهب، فئات وفئات، ولكن في نفس الوقت أحيانا كان يدخل شخص إلى يوم عاشوراء دخل الحر، إلى يوم عاشوراء البعض لا زال موجودا، البعض الذي هو طينته نظيفة موجودا في غيرهم، هؤلاء يلزم أن يدخلوا هؤلاء الصفوة. الخطر كبير والواجب أيضا مهم، الدعوة. يوجد لا زال البعض في الآخرين يعيشون، هؤلاء الواحد منهم أثمن من آلاف مما يعيشون معك، ويظهرون إيمانهم وهم أصحاب طينة خبيثة، أجلكم الله. البعض منا يغتر بالعدد بالكثرة، صحيح العدد له تأثير في بعض العصور، العدد كان يؤدي دورا، النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يدخل كل شخص أيا كان مؤمن مسلم منافق ادخل، ظرف خاص كان.
ظرف أمير المؤمنين كذلك كان، ظرف الإمام الحسن كذلك كان، ظرف الإمام زين العابدين كذلك كان، أكثر أهل البيت هكذا كانت ظروفه. ولكن لا نغتر بالأعداد، العدد له تأثير، لا، المنافق أيضا من حيث لا يشعر يؤدي دورا، نعم، يريد أن يضرك فينفعك، نعم، ولكن الأساس ليس هؤلاء، ليس هذه الكثرة. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وجودهم نقمة هؤلاء، أحسن ليخرجون معكم يا رسول الله، اتركهم. تريد أن تذهب إلى الحرب، اتركهم، لا يخرجون أحسن، يخافون من الموت أحسن، بقي اقعدوا مع القاعدين، اقعد أحسن، لا تقم. بعض الناس هكذا. الواجب الدعوة لأي هدف الله عز وجل يعلم. الله عز وجل يريد أن يوصل دعوتك إلى شخص يسوى الملايين. من هذا الشخص؟ لا تعرف. أنت عليك أن تؤدي واجبك، أن تدعو. من يدخل، من لا يدخل، ممن يدخل، من الذي ينفع، من لا ينفع، هذا لا يهمنا، ليس واجبنا أن نعرف من يدخل من لا يدخل. أنت واجبك أن تؤدي دورك دعوة. في أيام استشهاد الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام نستذكر مظلومية الإمام، نستذكر مرقده الطاهر المهدم منذ قرن، ومراقد آبائه الطاهرين في البقيع المشرف المقدس، ونستذكر ما كان يبكي منه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حسب تعبير سدير: بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة. نستذكر أن الإمام أرواح العال، أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يؤلمه ما يعيش فيه حفيده في زمن صعب، في عصر صعب. لو كنا في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لنصرنا. نحن الآن نتمكن أن ننصر الإمام الصادق نفسه. أختم كلامي بحديث شريف. هكذا يعيش أهل البيت مظلومون، في أمتهم يعيشون مظلومين. هذا الحديث الشريف حديث قصير، يكشف جانبا مؤلما من مظلومية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أمة الإسلام نفسها، لا مظلومية أهل البيت في أمم ثانية، لا، في أمة الإسلام. حديث صحيح السند، أعلائي السند، عن أبان الأحمر قال: قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: يا أبان، أبان من الشخصيات الكبيرة حسب تعبير الكشي من أصحاب الإجماع، شخصية مرموقة، فقيه كبير: يا أبان، كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده كلمة، الناس ينكرون عليه، كيف يقول أمير المؤمنين هذا الكلام؟ ما الذي قال أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: لو شئت لرفعت رجلي هذه
فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره. الناس ينكرون، أمير المؤمنين يقول لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره، لو أريد أتمكن. الناس ينكرون على أمير المؤمنين هذا الشيء. ألفي كيلومتر، أكثر أقل، لعله أكثر من 1000 كيلومتر. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كيف الناس ينكرون على أمير المؤمنين هذه الكلمة؟ يا أبان، كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما قال لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره؟ كيف الناس ينكرون ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ آصف يأخذ عرش سليمان على بعد، يأخذ عرش بلقيس، آصف من هو؟ وصي سليمان، وصي رسول لا من أولي العزم. سليمان لم يكن من أولي العزم، سليمان رسول من الرسل. مقام الأنبياء الرسل عالي جدا، ولكن سليمان عموما لعله من أدنى الرسل مقاما، مقامهم عالي جدا، ولكن بالنسبة للرسل سليمان رسول آخر شيء في الرسل تقريبا. وصيه هو، لا وصيه آصف ابن برخيا على بعد 4000 كيلومتر، 5000 كيلومتر لا أعلم، من فلسطين إلى اليمن، يأخذ عرش بلقيس، عرش بلقيس الضخم الضخم، عرش بلقيس ما كان كرسي، عرش ضخم، يأخذ عرش بلقيس يأتي به إلى سليمان، كل ذلك في أقل من طرفة عين، لا أحد ينكر. يصلون إلى أمير المؤمنين على هذه الكلمة، ينكرون على أمير المؤمنين، أي ظلم هذا؟ من ينكر؟ الذين يقبلون قضية آصف، يعني المسلمين، يعني أمة الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أليس نبينا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان؟ على الأقل احسب أمير المؤمنين مثل وصي سليمان، ما تريد ترفعه، ما تريد تقول النبي أفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله، أفضل من سليمان بكثير، أصلا لا قياس بين سليمان وبين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ولا قياس بين وصي سليمان ووصي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، على الأقل احسبه مثل وصي سليمان، هذا أيضا لا يحسبونه. أفلا جعلوه كوصي سليمان؟ ثم دعا الإمام عليه الصلاة والسلام عليهم، ومن قبله دعا بهذا الدعاء رسول الله، ومن قبله دعا بهذا الدعاء أمير المؤمنين، كل أهل البيت دعوا بهذا الدعاء، ولا يرد دعاؤهم، لا ترد دعوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا. الله إن شاء الله يحكم، نعم يحكم إن شاء الله قريبا، يحكم في الدنيا، يحكم بظهور حفيده. أهل البيت عاشوا مظلومين أشد الظلم. هذه الرواية الشريفة تكشف نقطة واحدة من آلاف النقاط، وكم هذه النقطة عظيمة بالنسبة للكل يقبلون الكل، وبالنسبة لأهل البيت يرفضون الكل. كل فضيلة لكل شخص يقبلونها، كل فضيلة لأهل البيت يرفضون. عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الصادق. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يعجل فرج المنتقم لهم من أعدائهم. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. زد في قلوبنا حبهم، زد في قلوبنا الإيمان بهم، زد في قلوبنا طاعتهم، زد في قلوبنا حب أوليائهم وبغض أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.